الضربة الحيدرية الخامنئية هي أكبر هزيمة للكيان الصهيوني، وهي أعظم انتصار للمستضعفين. وهذه الضربة كان لها أهداف، وأهم أهدافها هو بث الرعب في الصهاينة، وهذا الذي حصل، وهذا الذي شاهدناه، كيف انهار الكيان الصهيوني قادة وقاعدة، كيف انهار معنويا ونفسيا. وهذا يذكرنا ويذكرهم بضربة علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام في معركة الخندق، عندما قتل عمرو بن عبد الود انهارت صفوف الأعداء، وهكذا حسمت المعركة بضربة واحدة. وهكذا كانت الضربة الحيدرية الخامنئية تحاكي ضربة علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام في معركة الخندق.